انهيار زوجة أحمد السقا عقب تلقيها خبر وفاة والدها. انهارت الإعلامية مها الصغير من البكاء، وذلك بعد وفاة والدها مصفف الشعر محمد الصغير متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. وانتهت منذ قليل صلاة الجنازة على جثمان خبير التجميل محمد الصغير بمسجد السلطان حسين في مصر الجديدة، حيث حرص النجم أمير كرارة على التواجد بجانب النجم أحمد السقا في الجنازة والوقوف بجانبه في فقدان حماه الراحل. كما تواجد أيضا في الجنازة المخرج عمرو عرفة والمنتج أحمد الإبياري وعائلة وأصدقاء والعاملين مع خبير التجميل الراحل محمد الصغير. ودخل ياسين السقا ابن أحمد السقا وحفيد خبير التجميل محمد الصغير في نوبة بكاء شديدة بمجرد وصول الجثمان إلى المسجد، ومنع التصوير نهائيا فيما خيم الحزن الشديد على أحمد السقا الذي يعتبر حماه محمد الصغير مثل والده. وأصيب خبير التجميل محمد الصغير بفيروس كورونا المستجد، إلا أن حالته تدهورت خلال الأيام الأخيرة، الأمر الذي دفع ابنته الإعلامية مها الصغير لتكثيف الدعاء ونشر تدوينات متتالية في الأسبوع الأخير قبل وفاته عن تفاصيل من حياته، إضافة إلى مطالبة الجمهور ومحبي والدها بالدعاء له بالشفاء من مرضه الذي اشتد عليه. نعم، النجم أحمد السقا حماه محمد عبر حسابه الشخصي على موقع انستغرام، حيث نشر صورة له وكتب في تعليقه عليها: توفى إلى رحمة الله حمايا وأبويا العزيز محمد الصغير، الرجاء الدعاء له بالرحمة. حيث كان أحمد السقا يحرص على الدعاء لحماه خلال الفترة الماضية منذ تعرضه لأزمته الصحية بنشر صور لهما معا عبر حسابه الرسمي على موقع انستغرام وكتاب الدعاء له. ختمه بكتابة: يا رب تقوم لحبايبك بالسلامة يا أبويا وحمايا وصحبي. تبارك الله أحسن.